حنان الغائبة الحاضرة، حنان تشتغل في مجموعة من الأعمال سينما تلفزيون مسرح، هي معنا في واحد الرحلة قصيرة واحد المقام قصير في المغرب. أهلا بك حنان. أهلا الإكرام، شكرا على الدعوة وسعيدة بلقائي معك. أنا سعيدة بلقائي معك وبالغيبة اللي غيبتي علينا وتوحشناك. حتى أنا توحشتكم. فين غيبتي؟ الحياة كما هو معروف أنا دي واحد خمس سنين ولا سنين ونص مشيت لأمريكا عشت تما تزوجت وولدت ويمكن الحياة الأسرية والحياة الزوجية خدمت شوية على العمل ديالي ولا الأضواء ولا الصحافة ولا ماشي. فضلتي الأسرة على الفن ولا هو قرار اضطراري؟ يمكن قرار اضطراري وجهت الأمور جات بحال هكا ما خططتش ليها وجات هكذا بحكم البعد. بحكم ان انا كبعيدة ماشي بحال مجموعة من زملائي كيعيشوا مثلا في دول اوروبية قريبة كيبقى التواصل كاين. امريكا البعد وعادة ان اي واحد كيسمع مشيتي كيقول صافي مشات ما بقاش واقع اعتزلات هكا عادة من وانت حقيقة الامر شنو اعتزلتي ولا ابتعدتي؟ انا ابتعدت انا في الاول كان اني اختاريت اني نبتعد واحد شوية هو الزواج جا يعني كان خاصو يكون جا واختاريت اني نزور تكسيد واخا انا عارفة كيعيش في امريكا واخا ما كانش هذا مخطط ليا وكأنني باغي نعيش في بلاد اخرى نهائيا. جات بحال هكا وجات في واحد الوقت اللي فاش تلاقيت فيه كنت انايا شبه محبطة شبه باغي مليتي شبه باغي نتوقف واحد شوية ماشي وقت مناسب ماشي نبعد نعتاد واخا ما كيعجبنيش هاد الكلمة أنا صغيرة والمسار ديالي ماشي زعما طويل كبير ولا نقولها الكلمة كاملة كنت نتوقف شي شوية أنا ما كانش نهائي نهائيا زعما نبغي نرجع وكنت باغية نعاود نرجع غير ما جاتنيش حاجة مناسبة ولكن على أنه التوقف كان شوية طويل قبل خمس سنين ماشي سهلة اكزاكتلي جاتني فيها بعض العروض قليلة ديال الخدمة و جات في الوقت اللي جات فيه ما كنتش يمكن مستعده نفسيا نرجع نشتغل أولا ما كانش مناسباني مثلا بغيت نرجع انا بحال يعني ما نرجع بواحد العمل مزيان العمل اللي يكون فين عندي فيه دور زوين ولا من احتمال الرجوع وارد غير ما كانش فيه شحال مزيانه طيب فسرت مقامك في امريكا واش يعني عندك فيها شي احتياج للوسط الفني درستي فيها شي شويه الفن يعني عندك شي خبرات كسبتيها تما ولا فقط الحياه الاسريه؟ الحياه الاسريه وكنشتغل لان امريكا كبلد ما يمكنش تعيشي فيها بلا ما تسخني باش خصك تحتكي بالمجتمع الامريكي. تشتغل بعيد على المجال الفني؟ لا كنشتغل في مجال البركي. نعم. ما عندكش شي حاجه. بعيد تماما داروا لي فورماسيون و الحاجه اللي عجبتني فيها قلب عليا الدار هي كانت جيت على بنتي و او ميم طون خصني نتعلم نهضر خصني باش تعلمي اللغه باش تعلمي تحتكي بالمجتمع خصك تشتغلي ماشي حتى يمكن ماشي حتى الدافع مادي اكثر ما هو دافع ديال خصك تعلمي تتعاملي مع الناس تتعاملي مع المجتمع الامريكي باش ما ياكلوكش مي الغايه هاد الاحتمال كان زعما خاصو يكون نقرا شي حاجه عندها علاقه بالفن نتعلم شي حاجه جديده كانت غير الوقت كان سوا اليوم غدا هذا مازال شي حاجه حتى وانت في امريكا وكتشوفي القنوات المغربيه وكتشوفي سوف خاصه ما يعرض مثلا في رمضان اللي هو اللي كنفوكاليزو فيه بزاف على الفرجه واش ما كيجيش بعض المرات الحنين وشويه الندم علاش ما نبقى علاش كون بقيت كون دابا على هذه الادوار كيجي كنتبع شفتو رمضان كنتبع بعض الاعمال الجاده وكنبغي نشوفها كنتفرج كنتوحش كنشوف صحابي مثلا كنقول العمل كان يقدر يكون عندي فيه هاد الدور او هاد الدور انا كنحس انني خصني نكون داكشي يمكن علاش ما عمري ما حسيت انني باغي نبعد نهائيا على التمثيل ولا وانا خدمت عاوتاني بزاف ماشي مبتدئه اللي في صحيح وما صحيح صح ما طمرش الحمد لله صح ماكش بور موا فواحد واحد المسار فني ديال 10 سنين واحد 10 عام يعني قبل التوقف ديالي ماشي نسعيل نخليها هكذا كنشوف على انه هذه الزياره الحاليه للمغرب ديالك يعني ربما روجتي شي شويه اعلاميا انك موجوده وانك مقيمه في امريكا وانك لا زلت موجوده ولا زلت عندك رغبه في الاشتغال واش نقدر نقولوا انه سوي بروموسيون دو دير انني انا جو سوي لا وفي انتظار لا كان شي عرض مناسب للمخرجين المغاربه ما قصدتهاش الصراحه ما كانتش مقصوده نهائيا هي زياره غير للعائله واحد مده اسبوعين ولكن
يرجع الفضل ليكم الناس اللي اتصلوا بيا، الناس اللي مازالين كيسولوا فيا، اصدقائي الفنانين اللي مازال كيسولوا فيا وبغاوني نعاودهم. نهائيا الموقف ما خطرش لي انا ندير بروموسيون لراسي، ولكن الناس سولوا فيا صامي في تخي تخي بليزير. طيب هذه العوده واش مخطط لها شي 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 طريق، ولا عندك لها شي معالم، ولا نقولوا بشكل اوضح واش كاين شي فاي فيان بينك وبين شي مخرجين؟ لا نهائيا. ساعه مازال اتصلوا بيا، كنت قلت لك فاش كنت في امريكا اتصلوا بيا ماشي بزاف الناس، ولكن يعني ماشي كان شي جوج ثلاث مرات اتصالات باش نرجع ندير شي عمل. كي قلت ما كانش العمل مناسب اولا الوقت ماشي، ما كانش شي ظروف اللي ما خلاتنيش نرجع نشتغل. مي دابا كيف من الاحداث المغربيه نبغي نقول نساعد نرجع في اي وقت الا كان غير عمل مناسب. واحد 10 لا 11 ans successive وخديتي بزاف الادوار وبزاف البطولات مع بزاف المخرجين، واش كتشوفي ان التوقف في هذه المرحله هو كان ضروري لانك حققتي واحد النوع من الاشباع ومن الانتشار الجماهيري؟ نسبيا عاوتاني ما نبداش انايا نتحرك، ما نبغيش نبقاو شي حنوريات، حيت هاد كاين يعني الفنانه اللي وصلوا لهاد للاسف لهاد المرحله ديال الجمهور ما كيبقاش يبغيهم بزاف. قبل ما نمشي بديت كنختار الاعمال ديالي، ما كنتش كنبغي نبان بزاف، ما كنتش كندير لي فيستيفال بزاف. يعني قبل بحال وصلت واحد نسبيا واحد النضج الفني وخلاتني داكشي اللي كندير بزاف المسرح، ولي ما بقيتش دائما في الظهور في التلفازه. بدايتك ما كانش بشكل مدروس في البدايه؟ بدايتي كانت بشكل مدروس. بدايتي كنت كنحب هذا الكم والكثره في الاول كاي واحد، يعني باش نكونوا واضحين نكونوا صراحه، كاي واحد باغي اننا صعيب باش دير بلاصتك، صعيب لان بزاف ديال الخريجين، بزاف ديال الفنانه، بزاف ديال الناس اللي باغيين غير الظهور، خاصك دير بلاصتك، دير بلاصتك خاصك تخدم. ومن بعد انت كتفرضي ذاتك، واش عندك عندك باش تكمل ولا ما عندكش، واش عندك زعما عندك الصبر، عندك تعلمتي شي حوايج. وانا الحمد لله سي فغي ما كانش عندي تكوين اكاديمي، ولكن كونت راسي براسي درت بزاف المحترفات، درت بزاف المسرح، يعني حتى الاحتكاك ديالي مع مجموعة من المخرجين، مجموعة من الخريجين، علمني بزاف د الحوايج. وحتى من بعد ولات عندي تجربة ماشي كبيرة، مثلا وليت كنشتغل مع مثلا خريجين معهد كنستافد منهم مثلا في شي حوايج اكاديميه، وما كيتعلمنيش شي حوايج تجريبيه ديال ما ندمتيش انك ما تكونتيش مسرحيا واكاديميا؟ فاش في 2003 درت واحد العمل مسرحي مع استاذ عاجل سميتو تيسليت، شاركنا به في المهرجان الوطني للمسرح مكناس، وعطاوني جائزه الامل، وعطاوني خدينا الجائزه الكبرى جائزه الاخراج ومجموعه من الجوائز. وتما كان واحد الاساتذه كان الاستاذ سكري الله يرحمه وخالد امين، كانوا في لجنه التحكيم ولا شي حاجه بحال هكا، سولوني قالوا لي علاش ما تدخليش تقراي ديري المعهد، ما عندك ان تالون، ما عرفتش تسولوا شكون هاد البنت ما جابش في المعهد، ماشي في المعهد انا جديده. جينا اونصومبل في الرباط ومشينا، مشاو معايا للمعهد وخديت لي زاداك وخديت هذاك الدوسي باش نمشي. وكان عندي 23 زان، كان لاج ليميت ديال وفكر بغيت نمشي نقرا، ما كانت عندي. ومشيت سولت بديت كنجمع الاوراق، من بعد استشرت مع شي اصدقائي ديالي في الميدان اللي هما كانوا خريجي معهد، قالوا لي بلاش، لان هذاك العام كان ماشي بلاش ان التكوين ماشي مهم، التكوين مهم، ولكن كان التكوين غيوقفني واحد مده 4 سنين. صحيح ما نقدرش نشتغل. صحيح. وانا ديك الساعه بديت كندير الخطوه الاولى ديالي، وكان عندي مشاريع، كان عندي فيلم سينمائي دار البطوله، فيلم تلفزيوني دار البطوله. صحيح. يعني الا مشيت حتى كون خديت هذيك الخطوه يمكن كانت تكون احسن، يمكن كانت تكون توقفني مده 4 سنين، ومن تخرج نبقى ما لقيتش مثلا ديك الفرص اللي تحت ليا في الاول. داكشي من بعد قررت انني اي فرصه كنت كنلقاها باش نتعلم كنتعلم. كان عندي تواصل حتى مع الاساتذه ديال المعهد، كانوا كيرحبوا بالتواجد ديالي، اولا يعني الا سولت على شي حاجه، اولا كان عندي مثلا باغا ناخذ شي كور في لافوا ولا شي حاجه كانوا كيعاونوني. زعما كان بزاف ديال التواصل مع الخريجين ومع الناس اللي في المعهد، واستفدت من المسرح. قبيله حالا قلتي على انك كنت محتاجه لواحد الفتره ديال التوقف لانك حسيتي بواحد النوع من الاحباط، علاش من ناحيه الاحباط؟ واش ما كنتيش كتلقاي الادوار اللي كتبغي؟ واش كانت السلوكات اللي كيعرفها المشهد الفني والتمثيل بالخصوص ماشي مريحه بالنسبه لك؟ فين كان الاحباط؟ كان الاحباط من
انا ما عمري ما كان نبغي نوقف يعني الرزق ديال شي حد مثلا وما انني ما عنديش بوفوار ماشي مثلا منتجه ولا هذا، ولكن فاش كتتاح لي فرصه انني نقترح شي حد شي كتتاح لي فرصه كيسولني شي صديق شكون اللي مناسب في هذا الوقت كنعطي اسماء بصفه محايده واخا انا ماشي الدور ديالي. مثلا راه قلت هذا التصريح في رشيد شو، هو واحده صديقه ديالي كانت كتشتغل معايا وفرسولو على التليفون ديالي قالت له ما عنديش، ما عندها رقمك طبعا كتتصل بيا تتصلوا كنتواصلوا يوميا من كنت ما كنتش على التليفون وملي سولوها على شي ضرك هذا السؤال ضرني لان جات لدارنا واشتغلنا بزاف مثلا هذا غير مثال. كاينين حوايج اخرين اشتغلت في واحد العمل اللي حسيت به بالحق في الحق بالحقره ما انني نلعب دور بطوله الحقره مش من ناحيه من ناحيه ديال ما كاينش تعامل مزيان ما كاينش يعني خدمتي ودرتي تماره ودرتي مسرح وخدمتي بالدريال ووصلتي لواحد باش دير واحد الاسم ملي ديري هذا الاسم بقى يجي شي حد يبدا يتعامل معاك تعامل ماشي لائق بالمستوى ديالك او يقترح عليك ان كاشي ديال واحد من تاعتي او ماشي ضد مثلا كيقترح عليك ماشي ما كاين ماشي زعما ما كيعطيش ماشي كيعكس مستواك ديالك ما كيعطيكش القيمه اللي كتستحقي.